وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني تعلن عن عملية عسكرية في الجنوب الليبي وترسل قوات للمنطقة، ومعاناة مادية يعيشها المرضى الليبيون في المستشفيات التونسية خلال العلاج بسبب انخفاض قيمة الدينار. الآن بانوراما اليوم مع عماد الدين بالعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. بانوراما اليوم في حلقة جديدة والتي سنتحدث فيها في الجزء الأول عن الأحداث التي تجري في الجنوب الليبي، خصوصا حول قاعدة تيمن هنت والاشتباكات التي تجري في إطار عملية غضب الصحراء التي أطلقتها حكومة الوفاق الوطني. أما في الجزء الثاني معاناة المرضى الليبيين في تونس في ظل عدم توفير الدولة أي معونات مالية لهم. بداية نشاهد تقرير حول ما يجري في الجنوب الليبي ثم نعود. لا تزال منطقة الجنوب الليبي تشهد توترا أمنيا بعد خرق اتفاق التهدئة المبرم من خلال أعيان وحكماء المنطقة، فتجددت الاشتباكات بين القوة الثالثة المتواجدة في قاعدة تيمن هنت وقوات تابعة لحفتر. وصل الصراع إلى ذروته بعد أن قامت طائرات تابعة لحفتر بقصف مواقع للقوة الثالثة التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، ليأتي الرد من قبل الأخيرة بقصف قاعدة براك الشاطئ التي تتمركز فيها قوات حفتر لتسفر الغارة عن تدمير أجزاء من القاعدة. وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني أطلقت عملياتها العسكرية المسماة بغضب الصحراء ضد قوات بن نايل وتنظيم الدولة بالجنوب بسبب ما وصفته بالاعتداء الغادر وغير المبرر على قاعدة تيمن هنت الجوية التابعة للجيش الليبي. وقد قامت بتكليف وحدات عسكرية تابعة لعملية البوليان المرصوص لمساعدة القوة الثالثة بتيمن هنت. هذا التصعيد العسكري بين رئاسي الوفاق من جهة وقوة حفتر هو الأول من نوعه، ليتحول به الخلاف السياسي بعد رفض حفتر المعلن للاتفاق السياسي ومخرجاته إلى صراع عسكري على الأرض. فهل سيكون الجنوب بداية نهاية المهادنة بين الوفاق وحفتر؟ وإلى أي مدى سيذهب الطرفان في التصعيد؟ إذن كانت هذه آخر تطورات في محيط قاعدة تيمن هنت في الاشتباكات التي تجري بين القوى الوطنية الثالثة وبعض الكتائب المساندة لها التابعة لوزارة الدفاع، ومن الطرف الآخر قوات التابعة لخليفة حفتر والتي يقودها بن نائل أو ما يسمى باللواء 12. استقبل معي عبر الهاتف الناطق باسم عملية غضب الصحراء سالم أبو راوي، أهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله، تحية إسلامية طيبة أحيي بها كل من يسمع هذه المحطة، وأترحم على شهداء الوطن وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع الجرحى وأن يحفظ جميع أهالي الدولة الليبية بالكامل من حد لحد ومن الطرف الأكبر. طيب كذلك استقبل معي أحمد الروياتي ناشط سياسي عبر الهاتف، أهلا بك. مرحبا بك، سلام سالم بك، احييك واشكرك على الاستضافه واحيي ضيوفك الكرام. وتحياتي لك. ابدا مع السيده سالم ابو راوي المتحدث باسم عمليه غضب الصحراء، ما هي اخر التطورات الان في محيط قاعده تيمن هنت، ومن يسيطر على المنطقه الممتده من سمنو حتى القاعده؟ الحمد لله السيطره تمتد من المناطق الخلفيه من منطقه الوسط منطقة الجنوب الليبي من منطقة الجفرة وسوكن والودان إلى منطقة سمنة إلى منطقة تيمن هنت، هذه تسيطر عليها بدنا قواتنا. آخر الأوضاع تعرضت اليوم قاعدة منطقة تيمن هنت إلى قصف من قبل قيادة الانقلاب العسكري، ومما أسفر عنه استشهاد في بادي الأمر ثلاثة شهداء، وفي المقابل
وفي المقابل لم هذا يضح طوابيتنا عن العزائم قواتنا أن تدد قواتنا بالتعاون من مع بعض من القوات المتمركزة في المدة الماضية، وتم تحرير منطقة سمنو واتجهت إلى منطقة منهند، والآن منطقة منهند ومنطقة سمنو وضوحية تحت سيطرة قواتنا الحمد لله. طيب العملية التي غير اسمها من الأمل الموعود إلى غضب الصحراء، ما هي الأهداف التي من المفترض أن تحققها؟ هل فقط السيطرة على قاعدة براك الشاطئ أم أنها ستذهب إلى أبعد من ذلك؟ الأهداف بإذن الله سوف تكون أهداف، تم تخطيط الأهداف الرئيسية، وهذا اليوم كان الهدف الرئيسي اللي هي السيطرة على منطقة سمنو. الهدف الثاني كان منطقة منهند، كانت هدف ثانوي، وأدقت فيها قوة القوة الثالثة مع القوات الكتيبة 45 وكتيبة 16 وبعض من الكتائب التي كانت متمركزة في منطقة الجفرة، اتحدت مع بعض وأصبح هدف سهل. طبعا لم توجد في المقاومة العنيدة، بل كانت مقاومة هشة بفضل الله سبحانه وتعالى والخبرة التي اكتسبها الأفراد التابعين للقوات المسلحة وأفراد التوار المساندة لديهم. أما أهداف هذه العملية هي المحافظة على أهداف ثورة 17 فبراير والعمل على محاربة تنظيم الارهابي ومن يسانده وحمايه التوسع الاسرائيلي من الانقلاب العسكري الذي يقوده عصر. انا دائما اقول ميليشيات الكرامه، ولكني اقول وهذه متمسك بها في جميع تصريحاتي وكتاباتي، يقول الانقلاب العسكري برفض باسمه والذي تغسره المعتوه حفتر. طيب ابقى معي سيد سالم، ابقى معي سيد سالم أدب لأحمد روياتي الناشط السياسي عبر الهاتف من مصراته. سيد أحمد، هذا الاشتباك الذي يجري في الجنوب يمكن أن نوصفه هو الأول من نوعه الذي يجري بين حكومة الوفاق بشكل معلن وبين قوات تابعة لخليفة حفتر. لماذا فشلت كل جهود الوساطة التي حاول أعيان منطقة سبا القيام بها بين أطراف الصراع؟ للأمانة أبعاد هذا الصراع سيدي أبعاد جهوية بامتياز، وأن استغلت من طرف الكرامة عبر ما يعرف بالنايم هذا العسكري المتقلب المزاج كما نقول، استغلت الظروف الجهوية في مناطق الجنوب في طيلة 5 سنوات من تحشيد إعلامي ضد القوة الثالثة والنزاعات التي حصلت في الجنوب وأساسها جهوي، أيضا وجود السرايا وسرايا الدفاع وتحصنها في المناطق المتواجدة بها قوات بعض القوات لما يعرف القوة الثالثة، كل هذه الأمور حشدت لهذه المعركة. الكل يعرف أن الطرف المعاند هو طرف تشكيلات حفتر أو ما يعرف بحركة الكرامة الذين يأبون حتى الساعة الجلوس على طاولة الحوار أو الوصول إلى توافق وطني حقيقي. ربما بالفعل هذه المعركة العسكرية إذا انطلقت بشكل فعلي وحقيقي تعتبر هي المعركة الأولى للمواجهة ما بين حكومة التوافق الوطني وحركة الكرامة. هذه المعركة لم يذهب لها مشروع التوافق بأي شكل كان، حاول ولا زال يحاول النائب نفسه على استعمال السلاح لمحاولة حلحلة النزاعات، ولكن الطرف الآخر أبى إلا التصعيد الحربي وحاول الاقتراب من مناطق عسكرية أو مناطق مدنية مستقرة كمناطق الجنوب التي تؤمنها هذه القوات وهي القوة الثالثة التابعة لرئاسة أركان حكومة الوفاق الوطني. ولذلك أمر المواجهة العسكرية فرض فرضا على هذه القوات ولم تذهب إليها، ولذلك في هذه الحالة نقول أنه دفاع النفس أكثر من كونه حرب. لذلك من يحمل المسؤولية هو طرف الكرامة، أما الأسباب فلا أحد يعلمها. هل هذا الطرف بالفعل صدق أنه باستطاعته أن يسيطر على ليبيا عسكريا تحت تزاعة أنه جيش، أم أن حراكات من أجل أهداف أخرى لا يعرف مداها أو ما المرغوب فيها؟ هذا ما ننتظره الأيام القادمة. فقط ما أريد أن أتمنى الاستفسار منه، هل هذه العملية انطلقت بالفعل من قبل العديد من المجموعات أو التشكيلات المسلحة كالقوة الثالثة والتشكيلات الداخلة هناك كداعم لهذه الأطراف تحت سلطان حكومة الوفاق الوطني، أم أننا سندخل في مهاترة جديدة كما حصل مع بداية
عملية البنيان المرصوص وتغير التسميات وما إلى ذلك. هذا ما نتمنى أن تتوحل عليه كافة القوة تحت سلطان شرعي حقيقي يعترف به العالم أجمل، تكون حربا حقيقية وشرعية طيب. إذا ورغمنا على خوضها بالفعل، وإن كنت أتمنى أن نخوض في هذا الحرب وأن تتم بعض الجهود السياسية والقبلية الحل، كوننا سمعنا أن هناك محاولات لدرء هذه الحرب والانتهاء منها. طيب، هي تساؤلات منطقية سيد أحمد، ولكن هناك تساؤل آخر يطرح، هل ستدفع وزارة الدفاع بحكومة الوفاق بوحدات عسكرية من قوات البنيان المرصوص للمشاركة في هذه الحرب؟ هذا الأمر سيدي لا أعرفه، ولكن أعتقد حتى كمطلع طبيعي أعتقد أن ظروف الواقع الحرب في حد ذاتها هي من ستحدد ما إذا كان هناك حاجة للدفع بقوات أخرى سواء بالقوات. طبعا عملية البنيان المرصوص هي اسم عملية وليست اسم قوات، لذلك يجب أن نقول أنها قوات المنطقة العسكرية الوسطى. هل ستدفع قوات وزارة الدفاع بقوات من المنطقة العسكرية الوسطى في مصراتة تحديدا إلى تلك الأنحاء إذا نشبت حرب كبيرة؟ هذا تحكمه الظروف وأرض الميدان، وهذا أمر عسكري أعتقد أنه منوط بالجهات العسكرية. ولكن كما قلت، إذا اندلعت الحرب بالفعل وأتمنى أن لا تندلع هذه الحرب، فإن كل الاحتمالات ممكنة، فكل طرف سيسعى إلى الانتصار. وكما قلت، البادي هو الأظلم، من ابتدى هذه الحرب ذهب إلى الطرف الآخر هو من يبحث عن مغالبة عسكرية، والمغالبة العسكرية مرفوضة في مشروع التوافق الوطني، رغم أننا نمد أيدينا إلى السلم، ولكن أيضا اليد الأخرى بيدها السلاح وبإمكانها الدفاع عن نفسها، بل أنها بإمكانها إرغام الطرف الآخر إلى الرجوع إلى صفوفه الخلفية. أيضا كما قلت، أتمنى لا نلجأ إلى الحرب، لا زلت أتمسك بهذا الخيار، كون أن الحرب لم تأتي إلا بالدماء من كافة الأطراف الليبية، وستؤدي إلى انهيار الليبي الكامل، لأنها للأمانة وللأسف الكبير ربما طيب. تنحب إربيلة إلى متاهة الانقسام والذي بدأ يروج له حتى عالميا، كما جاء في أحد التقارير اليوم عن وزارة البنتاغون الأمريكية. صحيح، ابقى معي يا أحمد الروياتي. انضم إلي الباحث الأكاديمي فيصل الشريف عبر سكايب، أهلا بك. فيصل الشريف، إذا حتى يجهز الاتصال مع تستمع علي سيد فيصل حتى يجهز الاتصال. أعود للسيد سالم أبو راوي. سيد سالم، هناك طيران قام اليوم بقصف رثل متوجه من منطقة العسكرية الوسطى إلى قاعدة تمن هند، ما أعداد الضحايا وهل تم تحديد الجهات المسؤولة عن هذا القصف؟ منتصف المساء تم إعادة القصف من قبل قيادة الانقلاب العسكري، مما أسفر عن 5 شهداء، إجمالي شهداء لهذا اليوم 8 شهداء. وكان معظم الـ5 شهداء من اللواء الجنوب، أما الـ3 لواء من القوات المشتركة التي تخضع تحت عملية غضب ليبيا. طيب، هل هناك أي دعم وصل للقوة الوطنية الثالثة المتواجدة في قاعدة تمن هند؟ نعم، هي الآن أصبح من خلال الهدف المشترك للدفاع عن ليبيا والحفاظ على 17 فبراير، لا توجد قوة ثالثة ولا قوة ثالثة ولا غيرها، كل القوات تخضع لغرفة العمليات تحت مسمى، تحت هدف واحد وتحت قضية واحدة بإذن الله. لكن الدعم بإذن الله مستمر من بعض الكتائب العسكرية وبعض من الكتائب التي تتبع لرأس تركان الدفاع الجوي. وهل قاعدة انطلاق لهذه القوات هي من القواعد التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى، أم هناك حديث على أن قوات توجهت من منطقة الجفرة إلى تمن هند؟ هناك أكثر من مركز تحشد لهذه العملية، لا حد من ضمن الجفرة، ولكن هناك بعض من مواقع تحشد الخلفية وهي التي تدعم هذه العملية، عملية غضب الصحراء، سوف يتم توضيحها في بعض من المدخلات الأخرى. طيب، كيف تبرر قصف الطيران التابع لخليفة حفتر أحد المقرات العسكرية التابعة للمجلس العسكري سوكنا؟ هذه الوسيلة الوحيدة التي يستخدمها هو سلاح الجبل، لا يوجد له حد آخر إلا حد الطيران. أما المواجهة على الأرض ليس لديه اسمه مواجهة بالأرض، وهذا حاصل معنا في أكثر من معركة، لدرجة اليوم تم السيطرة والتوغل في منطقة تمن هند أمام جيش إسلامي أحش نقول لك يعني.
وتم اغتناب بعض من الاليات والعتاد والاسلحه، وتم قتل منهم في الدخول الاول حوالي 28 18 18 فرد. طيب ساعود اليك بعد قليل الحديث عن تركيبه هذه القوات التي يراسها بن نايل وتحاول السيطرة على قاعدة تمن هند، ولكن أعود مجددا لفيصل الشريف الباحث الأكاديمي. أهلا بك. أهلا أخي عماد الدين. إذن سيد فيصل، هذا التطور في الجنوب الليبي يمكن نوصفه بالأول من نوعه الذي يجري كصدام عسكري مباشر معلن بين حكومة الوفاق عن طريق وزارة دفاعها وبين قوات التابعة لخليفة حفتر، في رأيك ما هي أبعاد هذا التطور السياسي؟ نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة ما شهدناه من تصعيد خلال اليومين الماضيين له دلالات عديدة، ربما يمكن أن نقرأ بعض هذه الدلالات سياسيا وعسكريا وانعكاساتها أيضا على المشهد الإقليمي وأيضا المشهد العالمي برمته. الآن ما ننظر إليه أن القوات التابعة لعملية الكرامة تحاول أن تحقق المزيد من المساحات لمحاولة استغلالها سياسيا. كل ما يجري الآن هنا إذا نستطيع أن نوصفه بأنه محاولة للتغول. هناك سلطات متمردة، حركات متمردة تتبع للكرامة، تحاول أن تحقق مكاسب على الأرض وأن تحتل مواقع استراتيجية متمثلة في مطارات، وهي تحاول أن تحتل المطارات لأن سلاح الجو لديهم ربما لديه تفوق نوعا ما، بالتالي هذه الورقة يريد أن يلعبوا عليها بشكل واضح، يريدون السيطرة على تمن هند ثم انتقال إلى بعد الجفرة ثم القرطبية ولا مانع من الانتقال إلى غيرها. الحقيقة ما نراه هنا حتى يسمى بالبرلمان جناح السياسة المتطرف يريد هذه الورقات يلعب بها عندما بينهم عندما خسروا ربما معركة هلال النفط قطعوا الحوار شيء، عندما رجع السيطرة على منطقة هلال النفطي رحبوا بالرجوع للحوار. الآن هنا يريدون ورقات أخرى يثبتوا للعالم أن جناحهم العسكري الآن يحقق لهم انتصارات، بالتالي إظهار نوع إيحاء العالم بأن شريككم في المشروع المدني قيادة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني هو شريك ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه، أن الطرف الآخر يعني هو من يحقق انتصارات وهو يقنع ويحقق انتصارات على الأرض، وبالتالي يريد يثبت أنه هو الشريك الحقيقي والذي يمكن عليه في إنهاء حالة الانهيار والصراع في ليبيا، وهذا طبعا بعيد المنال. الدلالات السياسية الآن أن حوار تعكف عليه الرئاسيات الثلاثة في مصر وفي الجزائر وتونس. الآن بعد مرحلة الاستقرار الأخيرة التي شهدتها بعد حرب هلال النفطي بدأ يرجع يعود الانتعاش قليلا الملف، ورأينا أحمد أبو طيف في الزيارة الأخيرة لتونس وتحريك هذا الملف، أيضا وزير رئيس الوزراء الفرنسي، ورأينا السيد السراج عندما عقد كل المؤشرات تدل على أن هناك ورقة يجب تحقيقها محاولة. جميل، ومن هذه النقطة سيد فيصل أذهب لأحمد أروياتي. سيد أحمد، حكومة الوفاق هي السلطة الشرعية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي، وهذه السلطة تمثلت في حتى عندما طلب المجلس الرئاسي تدخل من المجتمع الدولي في حرب تحرير مدينة سرت في إطار عملية البنيان المرصوص. الآن هذه الشرعية والقوات التابعة لها تتعرض لهجوم من قبل قوات يعلن قائدها خليفة حفتر رفضها للاتفاق السياسي ومخرجاته، ففي رأيك كيف ستكون ردة فعل المجتمع الدولي على ما يحصل في الجنوب الليبي؟ سيد أحمد، أحمد أروياتي، معلش سيدي لو عدت السؤال الخط كان. نعم، أعيد إليك السؤال. سألتك أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني هو المعترف به من قبل المجتمع الدولي، وهذه الاعتراف تمثل فيما حصل في سرت وما قام به المجلس الرئاسي بطلب مساعدة المجتمع الدولي في عملية البنيان المرصوص.
الآن هذه الشرعية وقواتها تتعرض لهجوم من قبل خليفة حفتر الذي يرفض الاتفاق السياسي وأعلن هذا أكثر من مرة. في رأيك كيف ستكون ردة فعل المجتمع الدولي على هذا الاعتداء حسب ما وصفه المجلس السياسي على قواته؟ شخصيا قلتها وأعيدها، إذا التزم المشروع التوافق ومتمثل في سلطته التنفيذية المجلس الرئاسي بقيادة السراج في أن يقود هذه الحرب حقيقة لمحاولة الردع الطرف الآخر، فأنا أعتقد شخصيا أن المجتمع الدولي سيقف معه كونه يعترف بهذه السلطة كسلطة شرعية. ولكن رغم وجود بعض الملابسات التي يحاول المجتمع الدولي تجنب الخوض فيها في ليبيا، وهنا أقصد الحرب ما بين الليبيين في بعضهم البعض، فيجب ألا نقارن ما بين حربنا في سرت ضد تنظيم إرهابي هو تنظيم معروف على مستوى العالم وأضر بكافة دول العالم والكل يحاربه في كل الأماكن، وبين حرب ما بين الليبيين في حد ذاته. أعتقد شخصيا على الأقل المجتمع الدولي لن يتطرق لإدانة أو لن يقف مع الكرامة في هذه الحرب إذا مشروع التوافق بشكل حقيقي وواضح، ولكن لا أعتقد أنه سيدعمها بطيران حرب داعم للتوافق الوطني لسبب بسيط، أنه يرى أن الطرف الآخر المتمثل في كرامة هم أيضا جزء أو شريحة من الشعب الليبي متبنية، أو هناك أو هذا الفكر أو هذا المشروع العسكري أو الميليشياوي الذي يقوده حفتر لديه حاضنة اجتماعية مقتنعة به ويسميه الجيش الليبي بشكل أو بآخر. ولذلك تظل تعاملات المجتمع الدولي مع هذا التيار تعامل أنه تيار خارج عن الشرعية يمكن احتوائه ولكن لا يمكن القضاء عليه أو محاربته. هذه أعتقد هي الرؤية الدولية، ولكن كما قلت دائما أنا إلى الآن أستغرب أن سلطات التوافق حتى الساعة لم تخرج بشكل علني وواضح وصريح حول ما يحصل في الجنوب وما هي ردود الفعل تجاهه. هل هون الأهل سيتم مواجهته عسكريا بشكل واضح وجريء أم أن الأمر لازال المباحثات؟ إذن تعتقد أن الأمر منوط بمدى جدية الرئاسي في الذهاب أكثر؟ نعم. في هذا المشروع نعم، ولهذا ربما أنا وجهت سؤالي في مداخلتي الأول وأتمنى أن توجهه للسيد مراوي حول هذه العملية، هل هي متبناة من قبل حكومة التوافق الوطني ورئاسة الأركان العامة ووزارة الدفاع والسيد مراوي أصبح الناطق لهذه العملية باسم التوافق الوطني، أما أنه عملية شخصية من مجموعات مسلحة أخرى؟ لابد أن نعي هذه الحقيقة، لأن الأمور إلى الآن ليست واضحة رغم البيان الذي أصدره وزارة الدفاع في من أول يوم حصل فيها هذه التقدمات. طيب. ولكن بعد ذلك لم نسمع شيئا ولم نرى شيئا، ولا يوجد لشخص أو لعضو من المجلس الرئاسي خرج بصريح العبارة وأعلن عن هذه الحرب أو صرح حتى تصريح متلفز أو شفهي لكي نعرف حقيقة التحركات التي تجري الآن والترتيبات التي تجري الآن. فقد سمعنا أن العملية كان اسمها الأمن الموعود ثم أصبحت غضب الصحراء. أعتقد الأمر أصبح غامض قليلا حتى بالنسبة لنا نحن من نحلل أو نحلل المشهد أو ما نراه. طيب شكرا لك أحمد داروياتي ناشط السياسي. عود لسالم أبو راوي للإجابة عن هذه الأسئلة. سيد سالم، هل هناك شكوك في شرعية أو تبعية هذه العملية إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزارة الدفاع؟ لا، في ذلك شك. هذه الشرعية أو هذه العملية تنبع من رئاسة الأركان التابع للجيش الليبي التي تتخذ من العاصمة الليبية مقرا رسميا أصيلا لها. لذلك شك، ليس عملية شخص وعملية تصفية حسابات، هذه عملية ليبيا والجنوب الليبي داهم الخطر، تداهمه الهجرة غير الشرعية، تداهمه استغلال هذه الحدود بالتطبيقات الإرهابية الآن الدولة الليبية وعلى رأس الأركان العامة وزارة الدفاع تبنت هذه العملية ببعض الكتائب التي كتبت 16 وزارة الأركان العامة، الكتيبة 45 وزارة الدفاع وباقي الكتائب الأخرى. طيب ماذا عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني؟ هل لديكم تواصل مع أعضائه بشكل مباشر ولو عن طريق وزارة الدفاع حول هذه العملية، وماذا يمكن أن يقدموا لهم؟ عزيزي لا تجرني في المجلس الرئاسي، ولكن لدينا قنوات، نحن العاملين في القوات المسلحة ونصل بها حتى نصل إلى بالسياق السري من المجلس الرئاسي، لدينا قنوات رسمية معتمدة عن طريق وزارة الدفاع وعن طريق المندوبين وغيرهم. طيب تحدثت في المداخلة السابقة عن طبيعة أو تركيبة القوات التابعة لخليفة حفتر والتي يقودها بن نائل، هل هذه القوات هي في مجملها قوات نظامية أم تضم كما يتحدث بعض المراقبون بعض العناصر
القادمة من خارج حدود الوطن؟ هي حتى غير نظامية اللي تطلق عليها، هي أبعد أبعد هذا، هي قوات مرتزقة عبارة عن مأجورة بالمال، مثل ما هو الآن من شم بالنايل، هذا نقض العهد ونقض الوز، وأصبح تحصل على جزء من السيارات ومبلغ من المال، ستنتهي السيارات وتذهب وسينتهي المال ويبقى الوطن والوفي للوطن. فقوات جيش الانقلاب، جيش الانقلاب العسكري برئاسة المعتوه حفتر، هذه عبارة عن قوات مؤجرة بالمال، ولديها بعض من الصحوات، ولديها بعض من الضالين، وجزئية من النظام السابق، ومجموعة من مرتزقة يدفع لها المال، وسوف تقوم عمليات معسكر، وسوف تنتهي ويبقى الأصيل والصحيح بإذن الله. طيب، أنت ذكرت أن أكثر ما يملكه خليفة حفتر هو استعمال الطيران، ولكن هل عملية غضب الصحراء تحظى بغطاء جوي من غرفة الطوارئ الجوية؟ نعم، تحظى بسلاح جوي الداعم، واليوم لم يستخدم نظرا لتقلبات الطقس، وبإذن الله سلاح الجوي أبطاله وجنوده يأتين في كل لحظة لدعم القوات التابعة للأركان العامة ووزارة الدفاع. طيب، في سؤال أخير سيد السالم، العملية الآن أنت تحدثت أنها تهدف لمطاردة قوات التابعة لبن نائل وكذلك تنظيم الدولة في الجنوب، ولكن إلى أي مدى ستذهب هذه العملية في وجهة نظرك؟ هل ستقتصر على مدينة سبها وقاعدة تمن هند وبرك الشاطي، أم قد تمتد إلى أقصى الجنوب الليبي حيث تتواجد مجموعة من المعارضة السودانية، والتي تتواجد في مناطق مثل روبيانا والمناطق في المثلث الحدودي بين ليبيا والسودان ومصر؟ لا، هي هذا النشاط الذي يحمل غضب الصحراء لديه أهداف رئيسية، أهداف رئيسية هذه من ضمن حتى شردناها في المداخل السابقة وشردت حتى بحضرتك وكنت على سيد محمد، وهذه أهداف تنوية، كل من هو شانة أو سبب أو هدف الذي يجعل الاستقرار وسبب يكون يتم استقبال الأمن سوف نسعى لي، سواء من هذه الغرفة ولا من نشاط آخر يتبع لأركان المجلس العام ووزارة الدفاع. شكرا لك سالم أبو راوي، المتحدث باسم عملية غضب الصحراء المنطلقة من وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني. نعود لفيصل الشريف وفي مداخلة أخيرة سيد فيصل، جميع الآراء السياسية المترقبة لهذه العملية تتحدث عن مدى ارتباطها بالمجلس الرئاسي حكومة الوفاق الوطني، وإذا كان هناك ارتباط إلى أي مدى سيذهب المجلس الرئاسي في هذه العملية؟ نعم أخي عماد الدين، اسمح لي في عجالة، عندما ننظر إلى البيان الصادر والتكليف الصادر من وزارة الدفاع وزير الدفاع المفوض في المجلس الرئاسي، عندما ننظر إلى بيان المجلس الرئاسي، عندما ننظر إلى الغطاء الجوي الذي يتحرك ولأول مرة يتحرك ليساند هذه العملية وهو تابع لرئاسة الأركان، عندما ننظر إلى أن القوة الثالثة ذاتها هي تابعة وزارة الدفاع، كل هذا الحكومة الشرعية أو للمجلس الرئاسي، إذا لا غبار على مسألة أن هذه العملية هي عملية تتبناها الشرعية ضد اللاشرعية، وبالتالي كل الدلالات التي ستتكشف حول هذه ربما بعد خلال هذه الملابسات ستبين لنا أن على المجلس الرئاسي أن يكون واضح وصريح وأن يعلن صراحة أن العملية، لأن هذه العملية هي المعبر عن شرعيته، وأن أي تطول على المناطق أو المناطق العسكرية التي تتبع قائد الأعلى للجيش ورئاسة الأركان وزارة الدفاع تتغول عليه يتم السكوت عليه، كل ذلك سيسبب انهيار وفقدان الثقة في أن هذه هي الشريكة داخل ليبيا والإقليمية وللعالم، وبالتالي علينا أن نكون واضحين، هذه العملية تستهدف بوضوح كل الخلايا النائمة والمالقة، وتستهدف بدرجة واضحة النايل لتبع الجهة المعرقلة للاتفاق السياسي والتي يجب القبض عليها بيد من، لأن الليبيين فعلا ضاغط الآن يسعى
الى التنميه، يسعنا الى الاستقرار، ولكن هذه الايات تساهم بشكل واضح في انهيار طيب الحوار، ويجب ان يتم ردعه. شكرا لك فيصل الشريف الباحث الأكاديمي، كنت معي عبر سكايب من مدينة مصراتة. أعزائي المشاهدين، هذا الجزء الأول من حلقتنا، أما في الجزء الثاني نتحدث عن معاناة المرضى الليبيين في تونس، وخصوصا أصحاب مرضى السرطان والذين يعانون وعدم تقديم الدولة لهم أي معونات مالية. وسيكون معنا أحد المرضى أو والد أحد المرضى في تونس ليشرح لنا المعاناة هناك. فاصل ثم نعود. عدنا إليكم مجددا إذن، والحديث في هذا الجزء هو حول ما يعانيه المرضى الليبيين في تونس في ظل عدم تقديم الدولة الليبية أي مساعدات لهم للعلاج، وأيضا عدم قدرتهم على العلاج في الداخل نتيجة لضعف البنية الصحية في المستشفيات المحلية في البلاد. معي عبر خط الهاتف عادل علي، والد أحد المرضى بتونس، أهلا بك سيد عادل. أيوة، السلام عليكم. تحياتي لك سيد عادل، وبداية يمكن أن توضح لنا ما يعانيه ابنكم في مدينة في تونس عفوا، وما طبيعة المرض الذي استعصى علاجه هنا في الداخل. والله بالنسبة للموضوع، مش موضوع ولدي، موضوع يعني عندي ولد عنده يعاني من ورم فمد، عفانا الله وياكم، فمد ورم فراسة جاية فمد، ما عندناش لي إمكانيات في يدي هذه، ولا عندنا لي علاج ولا عندنا لي شيء فمد. فمن العادة يديروا في إجراء، يديروا في رسالة من وزارة الصحة في ليبيا، فهمت، من اللجنة الطبية اللي في وزارة الصحة، بيبعثوا فايحة ولفاها للملحق الصحي اللي في سفارة ليبيا في تونس. معي؟ نعم. فأنت تاخذ الرسالة هذيك، تاخذ معناها أنت تمشي رسالة بها للسفارة كأنك رافع ورقة فاضية، مش رافع رسالة أنت. فهمت، يعطوك رسالة هيك يعطاها للمواطن يمشي بها للسفارة، ويقعد واقف في السفارة، طبعا انت تمشي سفارة ليبيا في تونس، فهمت، كأنك ماشي لحوش حد، انت مش ماشي لسفارتك، فهمت، والحوشهم قصدي سوء استقبال، سوء معاملة من الباب، فهمت، قصدي المواطن شنو يقولوا له، يقول لا ما عندك شيء، وهذه انت تمشي الوزارة يعطوا فيه رسالة، يقول لا الرسالة هذه ما عادش نعتدوا بها، من موقعها حكيم معايشة، لا ما عادش خلاص حكيم معايشة الفلاني، لا خلاص، يبقى مسكين المواطن يدور بكسبرة، فهمت؟ تفهم فيا؟ نعم. مرة ينزلوا ودعة يعطوا لمجموعة جرعات، فهمت؟ والعلاج يقول لك دبر راسك، فهمت كيف؟ وأغلبية الأحيان ما فيش فلوس. ففكرة المواطن الليبي أنت يموت فغادي في المصحات، يموت في المصحة، فهمت؟ ولا تأزم أموره ويتعب غادي في المصحة. حتى من شكون يتابعه من الملحق الصحي ما يجي حد يا راجل، ما في حد يجي، ما يتبع حد، فهمت. بالنسبه للليبي، الليبي في سفاره ليبيا ولا في المطحات اللي في تونس، قصدي حاله 130، فهمت، لا معامله من السفاره، لا معامله من المطحات التوانسه، فهمت، بنانا هذا راه تسمع فيه. انا واحد من الناس الحمد لله، نكذب عليك نقول لك اني ما حصلتش منهم جرعات، حصلت ممكن مرتين ولا ثلاثه حصلت منهم جرعات، الباقي كله على حسابي، فهمت، لكن مع هذا ما زال لي 5 جرعات ثانيات، وقررت اني نروح لاني خلاص ما عادش نقدر، فهمت، جرعه ب 3000 4000 جنيه تونسي، وانا غير بتحول وغير بتحول بالدينار الليبي، تصور ان 1000 جنيه تونسي تسمع فيها، نعم، ب 280 جنيه ليبي تونسيات، 1000 جنيه ليبي ب 280 جنيه تونسيات، شو بدي يديروا لي؟ شو من قصديني معي ولد مريض وعندي ثلاثة صغار ثانيين، كيف بندير؟ فهمت؟ ما عندي ما بدي، فأنا نحكي لك تو على المواطنين الثانيين، الناس الثانية، فهمت؟ أنا الحمد لله خذيت شوط كبير، الحمد لله، اللهم لك الحمد، لكن بالنسبة للليبي، وضع الليبي في السفارة الليبية اللي هي في الملحقية الصحية، لا معاملة، هذه بمعنى راه من الشباك من اللوطة، فهمت، هم 3 ولا 4 أدوار يا سيد، تسمع فيا، من الشباك من اللوطة يهينوا في المواطن، ما عندكش حد
ما تعرف حد تقعد بالخمس ست ساعات شيبين صغار مرضى فهمت، والكلمة الطامة الكبيرة تعرف شنيها، إن المريض الليبي ما فيش من يتبع، يموت يحطوه في صندوق يروحوا به فهمت، والله يقسم بالله العظيم يقول لك في الكلام هذا ما فيش من يتبع حتى سبب الوقت. طيب سيد عادل، هناك جوانب أخرى للموضوع وهي التغييرات التي حصلت في اللجان الطبية، هل هذا أثر سلبا على علاج المرضى الليبيين في الخارج ومن بينهم حضرتك أو ابنك الذي يعالج هناك؟ انقطع الاتصال مع السيد عادل علي والد أحد المرضى والذي حدثنا عن معاناة المرضى الليبيين في العلاج في تونس، وأيضا تحدث عن سوء استقبال أو ما وصفه بسوء استقبال ومعاملة من قبل الملحقية الصحية في السفارة الليبية بتونس، أيضا تحدث عن الأسعار العلاج المرتفع وأنه أغلب المرضى أو أولياء الأمور غير قادرين على توفير هذه الجرعات، وخصوصا فيما يتعلق بالعلاج الكيماوي لمرضى السرطان عافانا الله وإياكم، وتحدث على أن انخفاض قيمة الدينار ساهمت بزيادة المعاناة فيما يتعلق بعلاج المرضى الليبيين بالخارج. إذن أعزائي المشاهدين، كان هذه أحد الحالات، ويمكن أن تعمم على بقية المرضى الليبيين في الخارج سواء في تونس أو بقية الدول التي يذهب إليها الليبي للعلاج نتيجة لعدم توفر مثل هذه أنواع العلاج على الساحة المحلية أو في المستشفيات المحلية نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد، وجميعا سمعنا الاستغاثات التي وجهها قسم الأورام في مستشفى الطبي الخاص بالأطفال الذي لم يستطع أن يقوم بالاستمرار في علاج المرضى الموجودين لديه. هذا معي السيد عادل علي مجددا. سيد عادل، سألتك ما مدى تأثير تغيير اللجان الطبية في وزارة الصحة على ما يعانيه المرضى هناك؟ والله بالنسبة لوزارة الصحة شو بنقولك، يعني حتى وزير الصحة متجي هنا من الأوتيل لقهوة، من القهوة يمشي شوية دي زيارة في السفارة فهمت، ويركب فوق قهوة يطاطوا به شوية، وهذا هو فهمت حمامات ولا وين، يعني واحد من الناس نبي نروح نبي نمشي لوزير الصحة بمانة رأى نبي نمشي، حتى لو فيه لو عنده دولة مضبوط وعندنا قانون وفيه تريس ليبيا مضبوط، أنا نبي حتى اللجنة الطبية اللي غادي نبي نخش نتكلم فهمت، لأن عندنا مواضيع صايرة أقسم بالله كوارث صايرة هنا يا راجل. أنا راح أحكي لك، راه مش على السيد عادل، نحكي لك على ناس تانية اللي هنا كانت تشوف هنا حال المرضى بتاعنا هنا يا راجل، كانت تشوف يا سيد معلش، يتصور الملحقية هنا تبدأ فيه مثلا معاملة مع صحة تعملش صحة إلا لم تتاخذ منها كوميشن فهمت، في الخلاص ياخذ كوميشن فهمت، مشان عدنا على مريض عنده ساق مبتورة لو بيشراها بفلوسها ب3600 جنيه تونسي، ولو بيشراها عن طريق السفارة ب7000 جنيه، قصدي انت جاوب بروحه فهمت، قصدي مأساة يا رجل مأساة، ما فيش لجنة تابعة، ما فيش شيء، ما عندنا شيء، سفارة هيك دايرين عليها بحبيلة فهمتني، أنا كان تعطيني مساحة من الوقت نحكي لك على الملحقية الصحية. تفضل. متقاد اللوطي فهمت، قصدي أنا منحش كبرنا نعرف الراجل المناسب في المكان المناسب، ديما نقولوا فيه الكلام هذا كبرنا فيه فهمت، لكن يا سيد ما فيش منها الدول هذه فهمت كيف. شكرا لك سيد عادل علي والد أحد المرضى بتونس، ونتمنى الشفاء لابنكم من هذا المرض وكذلك من كل الليبيين الذين يعانون منها. إذن أعزائي المشاهدين، كانت هذه أحد الحالات من عدد كبير من الحالات الموجودة في الخارج وخصوصا في تونس، وسمعتم ما قاله الشاهد على الأمر عادل علي حول طريقة تعامل السفارة الليبية معهم والملحقية الصحية خصوصا. إذن أعزائي المشاهدين، كانت هذه ختام حلقتنا اليوم في بانوراما اليوم، وحتى لقاء آخر، أستودعكم الله.